خدوا لقطة للكوسة وهي عم تبقبق. يسعد أوقاتكم. اليوم أكلتنا من المطبخ الشعبي السوري مطبق الكوسة. البعض بيحب الكوسة والبعض ما بيحب الكوسة. أكيد هلأ بدي أتفاجأ إنه الغالبية بدون يقولوا لي مانك جايبتينا شي جديد. يا جماعة أنا ما قلت بدي جيب شي جديد، أنا قلت بدي جيب شي من المطبخ الشعبي السوري والعربي بشكل عام. يعني هي الأكلة حبيناها أو ما حبيناها فهي موجودة. الأكلة بدها كوسة وبدها صوص مؤلف من طحينة ولبن ودبس الرمان أو ليمون وثوم. مبدئياً رح أقطع الكوسة بهذا الشكل أو بهذا الشكل، مو مشكلة لأنه هلأ الكوسة بده ينقلها. والبعض بيحب يشرح الكوساية على طولها كمان، مو مشكلة، بس لما بتكون صغيرة بيجي منظرها أحلى. ونسيت اقول لكم انه الاكله كمان بدها النعناع اليابس. هاي الاكله كتير خفيفه بايام الصيف وبارده، بتنأكل بارده اطيب كمان. البعض بيحط لها لحمه وبيعمل معها رز مع شعيريه، وبس هي اساسا بتكون خفيفه بدون لحمه، اكله بارده يعني من اكلات الصيف البارده. وهلا بعد ما حمي الزيت بدي بلش سقط الكوسه لحتى اقليها. الكوسه ما بدي اقليها كتير، يعني بدي اقليها لحتى تصير شقره بس. وهلأ إذا ملاحظين إنه أنا عم أقرب إيدي شوي من الزيت لأنه الكوسة فيها نسبة المي زيادة عن غير خضار، لذلك تطرش وقت اللي بدنا نقليها. طبعاً بالبيت بيكون الزيت حامي أكتر لأنه ما بيكون فيه هواء، فانتبهوا قربوا إيدكم من الزيت لما تحطوا قطعة الكوسة، يعني مو نشلفها هيك ونهرب مشان ما نترش، لا بالعكس إذا قربنا إيدنا ما بتطرش. وهلأ لبين ما تستوي الكوسة اللي عم تنقلها بالزيت الحامي طبعاً، رح أبلش حضر الصوص اللي هو طحينة ولبن ودبس الرمان أو ليمون، أي نوع حامض عندك يا بالبيت فيك تحطيه، بس هاي الأكلة أنا بحط لها دبس الرمان. طبعا الطحينة هي الأساسية، يعني إذا ما توفر لبن مو مشكلة. وهلا بعد ما ضفت الطحينة واللبن ودبس الرمان بدي أكسرهم بشوية مي، لأنه مثل ما بتعرفوا الطحينة بتسمك، وحتى لما بدي أحطها على النار بدها ترجع تسمك، مو مشكلة إذا بضيف لها مي مشان يضل معي مجال لأنه تنطبخ الطحينة وتضل مريئة شوي. هي الأكلة بتنأكل طبعا غمس بالخبزة، في منهم بيحبوا يرشوا على الوش شوية بقدونس، بس على الأغلب هي بتنأكل مع الفليفلة الخضراء، وممكن تشربوا جنبها لبن عيران كمان مو مشكلة. هلأ رح تشوفوا لما بدنا نحطها على النار رح تكون مريئة شوي ومنطفي عنها وهي مريئة شوي، لأنه أساساً لما بدنا نطفي الغاز الطحينة واللبن بيرجعوا بيسمكوا على البارد، يعني بدهم يرجعوا يسمكوا، يعني تقريباً المقدار اللي أنتوا شايفتوه من اللبن والطحينة اللي حطيتهم احتاجوا تقريباً كاسة المي كلها أو أقل بشوي. وهلأ بدي أدق لهم ثوم وضيف لهم للطحينة واللبن، حضيف له شوية ملح وهلأ بعد ما دقيت الثوم بدي أضيفه على صوص التراتور اللي هو طحينة ولبن ودبس الرمان. أنا اليوم اخترت، بإمكانكم تختاروا الليمون الحامض، بس أنا بحب أحط بهي الأكلة دبس الرمان. مثل ما أنكم شايفين الثوم عم حطه على البارد، ما بدي نكهة الثوم المقلي بهي الأكلة أبدا، لأنه هي بدها تطلع طعمة الثوم الفريش بقلبها. بينطبخ طبخ هلأ مع الطحينة واللبن. الصوص مثل ما قلت لكم بده يكون بهالسماكه، حتى اذا مرقناه شوي كمان مو مشكله، لانه قلت لكم بده يرجع يغلي على النار غلوتين قبل ما نحط الكوسه، ولما بتطفوا الغاز كمان رح تشوفوه مريء شوي مو مشكله، بده يرجع يسمك لما بيبرد. هي الاكله لازم تكون الكوسه مشبعه فيها بالصوص، يعني كل لقمه تكون غرقانه بصوص الطحينه. مثل ما انكم شايفين انا عم بضطر اني استخدم ادوات كثيره لحتى تساعدني على القلي، مرحله القلي رح تكون اسهل بكثير بالبيت.
انا عم اضطر غطي المقلايه وحط لها دروات كثيره والهواء عم يلعب دور، بس كمان مشان ورجيهم للناس يلي قاعدين مثل قعدتي هاي انه بامكانكم تعملوا شيء. اهم شيء انه تحبي الاكله اللي قايمه تعمليها، تكوني فايته على المطبخ بنفس سعيده مشان تكون الاكله طيبه. الكوسه ما حقق ليها كثير، قلت لكم لحتى تصير شقره فقط، يعني ما بدي غمقها. يعني هلا انا بجوز يطلعوا الحلبيه يقولوا لي هاي الاكله اسمها بحلب كذا، ويطلعوا الحماصنه يقولوا لي اسمها بحمص كذا، مو مشكله، انا منكم عم بستفيد، عم بعرف انه هي الاكله. اصلا انا من احد اهداف برنامجي اني اوضح التباينات باسماء الاكل من مطبخ لمطبخ ببلدنا سوريا. حتى في واحد من الاخوه الشباب طالب مني انه بده يعرف كيف يعمل شوربه، يعني في بعض الشباب ومعذورين، مو كل شاب متعود يفوت على المطبخ، واحد الشباب طلب مني علمه كيف يعمل الشوربه، وان شاء الله رح نعلمه كيف يعمل الشوربه. بدي اترك الكوسه هلا تستوي، لبين ما تستوي الكوسه بدي ارجع اذكركم انه بصوص الطحينه واللبن بامكانكم تستخدموا اي حامض متوفر عندكم بالبيت، دبس الرمان او الليمون الحامض مو مشكله، ولكن الاساسي انه يكون فيها دبس الرمان. وهلا مثل ما انكم شايفين الكوسه بلشت توصل للحد يلي انا بدي اياه من القلي، انا ما بدي اياها تنقلى كثير، اصلا الكوسه بس توصل لهي المرحله بعدها مباشره بتسود بتغمق. يعني هي صحيح بتطول لحتى تشقر، بس بعد ما تشقر وتوصل لهي المرحله بعدها دغري بتغمق، لذلك يعني حرج شوي قلي الكوسه. بعض القطع وصلت للحد يلي انا بدي اياه، إذا ملاحظين أنا تقصدت إني ما شيلها بشي مصفاية، تقصدت شيلها بالملقط لأنه أنا بدي إياها تكون فيها شوية زيت، لأنه هي الأكلة ما فيها زيت إلا الزيت اللي انقلى فيه الكوسة فقط، يعني ما فيها أي نوع دسم إلا الزيت اللي انقلى فيه الكوسة. وهلأ بعد ما قليت الكوسة وخفقت الطحينة مع اللبن برجع بذكركم ودبس الرمان أو الليمون، وحطينا لهم الثوم، رح حطهم على النار هيك بدون شي، لا زيت ولا سمنه ولا شيء، استناهم لحتى يغلوا غلوتين وبنزل فوقهم الكوسه والنعناع اليابس. اكله كثير خفيفه وبارده طيبه بالصيف، من الاكلات البارده اللي بتنأكل بالصيف. انا حكيت قبل شوي انه الطحينه واللبن لازم تكون مريئه شوي لانه على النار رح ترجع تتماسك وتسمك. بدي ارجع مرقها بنقطه مي، الهواء ما عم يساعدني طبعا لاني بدي ارجع اطبخ بقلب هالكوسه، بدي يغلي غلوتين الكوسه. طبعا هي الاكله كمان في اكله تشبهها بحلب، الحلبيه بيقلوا الكوسه وبيحطوا مع اللبن على البارد بدون ما يحطوا على النار، يعني بدون طحينه اصلا، فقط لبن وثوم وبيحطوا مع الكوسه على البارد مشان الاخوه الحلبيه ما يقولوا لي انه ما بتنحط على النار. هي الاكله مو حلبيه، الحلبية بيعملوها على البارد وبلبن فقط. ويلي عنده معلومة منرحب بكل معلوماتكم، قلت لكم بتغنوا أرشيفنا بالمطبخ السوري الشعبي بالأكلات يلي سواء حبيناها أو ما حبيناها فهي موجودة، هي واقع أجدادنا كانوا يعملوها، ضلوا أهالينا يعملوها، ولهلأ نحن أغلبنا بنعملها ومنحبها. وهلأ بعد ما غلت الطحينة غلوتين مع اللبن رح أضيف لهم الكوسة، طبعا أنا ما كترت، قلت لكم الكوسة لازم تكون مشبعة بهذا الصوص، يعني نسبة الطحينة واللبن هون مانا كتيرة ابدا، انتم شايفينها كتيرة يمكن، لا هي مانا كتيرة، قلت لكم لازم تكون لقمة الكوسة مشبعة بالطحينة واللبن. هلا رح نتركهم يغلوا غلوتين لانه الكوسة ما لازم تضل بهذا الشكل، لازم تستوي اكتر. قلت لكم انا نصف الاستواء اخذته بالقلي والباقي رح يكون بالطهي مع الطحينة واللبن. وهلا رح ارشلها رشة نعناع اليابس، طبعا ما بتتغطى لانه اذا تغطيت المي اللي بدها تتشكل من تكاثف البخار بدها ترجع تفرط اللبن والطحينه بعد ما كنا خافقين هون، يعني لذلك ما تغطوا هيك اكلات. بعض السيدات بيعملوا شيخ المحشي على هي الطريقه، يعني ما بيعذبوا حالهم بيحفروا الكوسه وبيحشوها، بعضهم بيعملوها بهذا الشكل بيفرطوا الكوسه بيقلوها هيك على هذا الشكل ترانشات وبعدين بمدوا فوقها اللحمه وبسقوها باللبن، وبعضهم بيسقوها مثل بحلب بيسقوها بالمي فقط، ما بيحطوا لبن للشيخ المحشي او للكوسه بلبن. هاي الاكله البعض بيقولوا انه طيبه باللحمه، لا انا ما بلاقيها طيبه باللحمه، هي اكله خفيفه تنأكل بارده، ممكن اذا توفر الجوز
تبشروا حبتين جوز تحطون على وش صحن التقديم كمان مو مشكلة. اللي بيحب نكهة النعناع اليابس، نكهة النعناع اليابس كثير طيبة كمان بهي الأكلة. يعني فيكم تضيفوا أو تنقصوا حسب يعني أنتوا قديش بتحبوا النعناع اليابس. هلأ مثل ما أنكم شايفين الكوسة بلشت تتماهى، يعني ضاعت بقلب الطحينة. مثل ما قلت لكم الكوسة لازم تشرب من الطحينة، كل لقمة لازم تكون مفعمة بصوص الطحينة. مثل ما أنكم شايفين صارت تتماهى تدوب بقلب الصوص، والصوص سمك للدرجة اللي أنا بدي إياها. أكثر من هيك إذا خليته على النار رح تصير الأكلة كتير مخبوصة يعني. لذلك لازم هلأ لما وصلت لهذا الحد أطفي الغاز، بكفي لهون لأنه يضل فيها شوية مروقة، يعني تكون مريقة شوي، لأنه لما بدي أطفي مثل ما قلت لكم بدها ترجع تسمك. لهون بكفي رح أطفي الغاز. وهلأ بدي أسكب مطبق الكوسة مع الطحينة واللبن ودبس الرمان والثوم والنعناع اليابس. هي المواد اللي دخلت بأكلتنا، أكلة خفيفة تنأكل باردة. وهيك طبقنا صار جاهز، زينته بالفليفلة الخضراء اللي ممكن تنأكل معها أو الفليفلة الحمراء الفريش، وزينته كمان بالدرق وتو تاكلوا معها الفليفلة أو اللبن العيران. وصحتين وهنا.